السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة ولقاء متجدد من لقاءاتنا الثقافية الأسبوعية في رحاب الأدب والفن، نتمنى أن تقضوا معنا فيها وقتا طيبا ومفيدا. الأسبوع الماضي شهد نشاطا ثقافيا خارجيا لافتا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تمثل في حضور سموه فعاليات الدورة 68 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وإطلاق النسخة الألمانية من كتاب سموه سيرة مدينة. زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور الشيخ بدور بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات للنشر خلال حضور سموه فعاليات الدورة 68 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب جناح إمارة الشارقة المشاركة في المعرض ممثلة بهيئة الشارقة للكتاب. وطلع صاحب السمو حاكم الشارقة في أثناء وجوده في الجناح على مختلف الإصدارات التي يشارك بها عدد من مؤسسات وهيئات إمارة الشارقة المعنية بالثقافة والنشر، كما ضم الجناح مجموعة كبيرة من إصدارات دائرة الثقافة والإعلام في شتى حقول المعرفة والأدب مثل المسرح والرواية والقصة والفنون والتراث وأدب الطفل والنقد الأدبي والشعر، فضلا عن العناوين الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي. والتقى سموه خلال وجوده في جناح الشارقة مجموعة من رؤساء تحرير وممثلي الصحف الإماراتية المطبوعة والإلكترونية، وتبادل معهم الأحاديث حول جملة من الموضوعات والقضايا التي تشغل محيطنا المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووطننا العربي، وعلى رأسها الشأن الثقافي الذي أصبح ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي. المشهد الثقافي يعني ما أعرف، يعني أنا عندي مشروع ومشروع بادئ يعني من زمان، من سنة يعني 82 وماشيين فيه، يعني الواحد الملاحظ منكم أنتو يشوف أن في شيء في الشارجة هذا ماشي، يعني شيء متبع يوميا إضافة كذا مش عارف، يعني عبد الله العويس مثلا يروح الآن يعني مثلا افتتح بيت الشعر في المفرق، ايه انا اتبعه انه حضر كيف صار انه هناك مش عارف ايش، ليش؟ ان هذا برنامج مالي انا يعني، ولذلك هذا المشروع ماشي ليس فقط نحن نقول هاي الشارجة ودولة الامارات، لا، لان نحن يعني بلد صغير كدولة الامارات، يعني مش اقول بها هذه امارة لا، ولكن المسألة الثقافة هي ثقافة عربية، وإذا أنا يعني أردت أن أنهض أنا لازم أنهض بالأم نفسها، فمشروع الثقافي موجود يعني في مجالات كثيرة، يعني يشوفها من الفنون، تشوف يعني مثلا أنا بنتي حور مثلا تروح مصر وتطلع لوحات قديمة من سنة 30 وتطلعها وترممها وتشيلها وتعمل لك وتطلع لوحات كانت غايبة في بيوت وطلعتها من البيوت جمعتها كلها وعملت منها معرض، الآن معرض هذا بيروح البرازيل، بيروح أمريكا، بيروح كوريا، بيروح يعني بتلف بالعالم في شأن من؟ في شأن مصر، مصر من؟ مصر هي الأساس يعني، فهكذا يعني. وغير هذا يعني في مجالات كثيرة نحن نشوف، يعني هذه واحدة من بناتي يعني ماخذ هذا الجانب كامل، يعني نشوف مثلا بدور تسعى وتتعب، عندها بيت وعندها مسؤولية وعندها غير، ولكن تحاول تدخل العرب في الناشرين، تحاول كذا على حساب صحتها وعلى حساب، ولذلك يعني نجحت. يعني الآن اليوم الاتحاد الدولي للناشرين معظمها عرب وكلهم، يعني أمس يعني موريتانيا دخلوها في كذا، فهذا المشروع هو نفسه، هو يعني في البيت عندي زوجتي هي شايلة جانب النساء الأطفال الناشئة كلهم هذه الفتيات، فنحن عندنا هذا المشروع بعيد عن السياسة، بعيد عن المهاترات، عمل هادي، عمل مثل ما يقول بيتي وليس سلطوي، يعني لما يكون بيتي يكون طالع أرحم،
يتلقفون الناس بلطف غير أن ما يجي من قرارات ومن كذا. فلذلك يعني هذا المشروع يمكن في دولة الإمارات باين أن ترى هذيلا عندهم حراك ثقافي هنا وماشي يعني. بعدها تجول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أروقة الأجنحة الإماراتية والعربية المشاركة في المعرض، حيث اطلع على ما تقدمه هذه الدول من فعاليات وإصدارات، ومن بينها جمعية الناشرين الإماراتيين ومجموعة كلمات ومشروع ثقافة بلا حدود ومشروع ألف عنوان وعنوان والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين. وانتقل بعد ذلك صاحب السمو حاكم الشارقة لتفقد القسم الخاص بدور النشر الألمانية، حيث زار جناح دار أولمز للنشر العريقة التي قامت بترجمة ونشر كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة سيرة مدينة للغة الألمانية، وهو بذلك يعد المؤلف السادس لسموه والذي تقوم دار أولمز بترجمته إلى الألمانية. وبحضور الرفيع المستوى ووسط إقبال جماهيري كبير من قبل رواد معرض فرانكفورت للكتاب من المثقفين والقراء الألمان، قام صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع لمجموعة كبيرة من زوار الجناح الذين تهافتوا على اقتناء النسخ الأولى منه. كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام زيارته للمعرض محتويات جناح متحف غوتنبرغ للطباعة، إحدى أهم وأقدم المطابع في العالم، الذي قام بطباعة عدد كبير من الكتب بمختلف اللغات، وقد شكلت حينها مطبعته ثورة علمية متقدمة في مجال الطباعة والنشر. وتعرف صاحب السمو في جناح المتحف على مختلف الآلات القديمة المستخدمة في تلك الحقبة الزمنية المتقدمة التي أسهمت وبشكل كبير في انتشار الكتب حول العالم. ومن الأنشطة الثقافية التي شهدتها الشارقة هذا الأسبوع انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل. هذا المهرجان الذي يقام تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة. يشكل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل الذي يقام سنويا منذ عام 2013 حلقة وصل هامة بين الأفلام العالمية وكل ما يجد في عالم الوسائط الإعلامية، كما يأخذ بأيدي الأطفال لاكتشاف المزيد عن ثقافة الشعوب ونشر السلام العالمي. ويعتبر المهرجان مبادرة طموحة تطلقها مؤسسة فن المتخصصة في الفن الإعلامي للأطفال والناشئة. المهرجان السينمائي اليوم للطفل، مهرجان الشارقة السينمائي للطفل، من الذكاء بأننا نختار هذا المهرجان للأطفال. كل المهرجانات السينمية قائمة، قبل فترة كنا في أبوظبي مهرجان الخليجي للسينما، أوكي، في مهرجان دبي السينمائي الدولي، في مهرجان أبوظبي السينمائي، في خصوصية الطفل، وخاصة يعني إن يكون له أفلام خاصة فيه. الكل يمكن يعمل هذه المهرجانات، لكن هذا هو يعني الدعم الحقيقي بأننا نحن ننشئ جيل من الأطفال ثم الفتية بمراحلهم المختلفة مع المسرح مع السينما مع الفكر مع الثقافة. وهذه توجهات صاحب السمو الوالد الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله والشيخ جواهر الله يحفظه ويطول في عمرها، اللي أسست هذا المهرجان وأنشطة أخرى وفعاليات أخرى للأسرة وللطفل. في كلمتها التي افتتحت بها فعاليات الدورة الرابعة من هذا المهرجان أكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة مؤسسة فن ومديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل أن المهرجان استطاع رغم حداثته أن يتحول إلى مهرجان له مكانته الدولية، حيث شهد هذا العام مشاركة لافتة مثلت 59 بلدا تعرض 121 فيلما تم اختيارها من بين 425 فيلما. هذا حدث مهم جدا، هذا الحدث أن نرعى هذه المناسبات للطفل والمحتوى اللي يوجه رسالة للطفل. صناعة المحتوى للطفل دقيقة وفريدة من نوعها، وقيام هذا المهرجان مهرجان الشارقة السينمائي للطفل مهم جدا،
وأشكر رعاية سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي، لأن هذا هدف مهم جدا أو مسؤولية مهمة جدا أن إحنا نشتغل عليها. الأطفال بدأوا يتابعون الكثير من خلنا نقول الوسائط أو المحتوى الإعلامي، سواء كان على الإنترنت أو على التلفزيون. هناك الكثير من أنواع المحتوى ما تتناسب مع ثقافتنا، فكيف إحنا نقدر نساعد وندعم صانعي المحتوى؟ وهذا الحدث يعزز على صناعة المحتوى، والمحتوى اللي يوصل رسالة هادفة للطفل الإماراتي والعربي. يهدف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل إلى تعزيز فنون الإعلام الجديدة لدى الأطفال، ويشارك فيه عدد كبير من المهتمين من النقاد والمخرجين والمختصين، وتحضر فعالياته قطاعات كبيرة من الأطفال وذويهم. ويسلط المهرجان الضوء في هذه الدورة على حياة الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان، حيث يعرض 11 فيلما من صنع أطفال اللاجئين. وتم في افتتاح هذه الدورة تكريم كل من معالي نور الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والفنان العالمي سامي يوسف، والنجم المصري محمد هنيدي. بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقام في الشارقة فعاليات ملتقى الشارقة للشعر العربي بتنظيم من دائرة الثقافة والإعلام. هذا الملتقى الذي يستضيف في كل شهر شعراء من إحدى الدول العربية، هذا الشهر كان اللقاء مع شعراء من المملكة المغربية هنا في قصر الثقافة بالشارقة، فلنتابع. إشراقة جديدة تضيء سماء الشعر في الشارقة، ملتقى الشارقة للشعر العربي، هكذا وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهكذا أراد سموه أن يستمر بريق الشعر في بث النور دون توقف. فبدأ من هذا الشهر سيكون جمهور الشعر ومحبوه على موعد شهري مع شعراء من إحدى الدول العربية. هذا المقصد هو الذي يجمعنا أيضا في هذا المساء لنعطي صورة عن حركية المشهد الشعري المغربي، وكذلك لنقدم تحية لسمو الحاكم الشارقة على مبادراته الرائعة جدا تجاه الثقافة العربية والإسلامية وتجاه الشعر بوجه خاص، وبوجه خاص من خلال تجربة يعني إنشاء بيوت الشعر في عدد من المناطق العربية. حضر أولى أمسيات الملتقى والذي استضاف شعراء من المملكة المغربية سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام، ومحمد القصير مدير الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وجمهور من الشعراء والمثقفين والأدباء ومحبي الشعر. مروا على القلب أدري كلهم وطئوا، لأن حبي على أبوابهم خطأوا. مروا على القلب فاستعذبت وطأتهم، كأن قلبي للأحزان متكأ. لم أنتظر من أقاليم الرؤى نبأ، فهدهد الحلم ما جت حوله سبأ. لا تكترث للمنايا إنها خبر، وأنت من أول التاريخ مبتدأ. في البدء كان الشعر واحتفل الكلام، واختارك المعنى ومعناك المدام،
وسألت أين الأنبياء، لربما تعبوا وناموا، وأهبت بي صف ما استطعت وفوق جهدك لا تلام. لقد نقل شعراء المغاربة من خلال قصائدهم صورة عن المشهد الشعري في المغرب الذي تمتزج في أجوائه أنفاس الأصالة برياح الحداثة في اللغة والأشكال التعبيرية. الذي بين يديك مثل هوام الليل لا يسير إليك، الذي تراه لا تراه، الذي يفرحك يبكيك، الذي تركض حين يركض لا تلتقيان. الشاعر عمر الأزمي أمتع الجمهور الحاضر بقوة شعره وجمال إلقائه. مضى عمر وهذا الحزن لم يمضي، وظل يعيش بين النبض والنبض على حرف السقوط، ولم يزل قلبي على عجل يسابق ركضه ركضي، وبوصلتي تشاغبني وتهزأ بي، لغير التيه هذا التيه لا يفضي، لغير التيه هذا التيه لا يفضي. من يخبر الماء أن الريح في كفي، وأن عاصفة تهتاج في أفي، وأن نار الرؤى في قلبي اتقدت بالملح حتى بكى التنين في جوفي، وأنني مغمض العينين أتبعه هذا السراب وأدري أنه حتفي. أما الشاعر أمين المريني فقد نسجت على منوال من سبقوها في دروب الجمال والبهاء الشعري، ورشت على القاعة بعضا من أنفاسها العاطرة. وحبيبي قد همه أن تلابس لامه هاءه، أن يزدهي اسمه ألقا في البعيد البعيد البعيد، وما همه أن يرى السائحين وقد لامسوا جدبه، ما همه لما زلزل قلبي زلزاله. وفي ختام أولى أمسيات ملتقى الشارقة للشعر العربي، ألقى سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة كلمة نقل في مستهلها تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الشعراء المغاربة، ومرحبا بهم في شارقة الثقافة والإبداع. مبادرة جديدة تضاف إلى أنشطة إمارة الشارقة، وهذه المبادرة التي منبعها على الدوام من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يتم إدراج ملتقى شهري لشعراء الوطن العربي. تقديراً لشعراء الكلمة الفصحى وتشجيعاً لشعرائها الشباب وتقديراً لشعرائها الرواد. استمتعنا في هذا المساء بهذه الكوكبة الشاعرة من المغرب العزيز، حيث تجولنا بين مدنها العريقة من شعراء مراكش ومدينة الرباط ومدينة فاس وصولا إلى مدينة تطوان. أعبر عن سعادتي وعن سعادة الجمهور الذي تنقل في بستان الشعر المغربي بأنواعه ومدارسه، بداية من الأستاذ نجيب خداري ومرورا بالشعراء الشباب وختاما بشاعرتنا المريني. أهلا بكم بالشارقة. وقام سعادة رئيس دائرة الثقافة والأعلام يرافقه مدير الشؤون الثقافية في الدائرة ومدير بيت الشعر بتوزيع الشهادات التقديرية على الشعراء المغاربة المشاركين في الملتقى. ونودع شعراء المملكة المغربية الذين شاركوا في ملتقى الشارقة للشعر العربي والذين أمتعون حقا، ونذهب الآن لنتابع أحد أنشطة بيت الشعر في مدينة القيروان بتونس الذي أقيم هذا الأسبوع مع رسالة الزميل ناجح المساوي.
بيت شارب القيروان أحد المبادرات الرائدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عاش على واقع حدث هام حيث استقبل في رحابه وزير الشؤون الثقافية دكتور محمد زين العابدين. وقد دون الوزير التونسي كلمة في السجل الذهبي للبيت مثمنا هذه المبادرة الإماراتية العربية الفريدة كبادرة مهمة من شيخ الشارقة. يعني أعتقد في هذا تأسيس لتواصل العربي حول الشعر وقيمة الثقافة، وكذلك ربما يعني تضافر أشمل يخص يعني الاهتمام العربي بالذاكرة الثقافية المشتركة، ويمكن أن يعني نجتهد حوله في إنمائها وتطويرها. أن يشرفنا معالي وزير الشؤون الثقافية بهذه الزيارة دليل على دعمه للشعر والثقافة والشعر كعنوان لهويتنا وحافظ للغتنا، وتعبير عن تثمين أيضا لمبادرة الشيخ سلطان بعث هذه البيوت والدعم لها. وقد استمع الوفد الحكومي إلى مقتطفات من قصائد شعرية قدمها شعراء شبان احتضن البيت مسيرتهم الشعرية. هو وجهة مشرفة للقيروان، به نسترجع أمجادنا، ونتمنى أن تكون بديرة خير على تونس وعلى الوطن، وأن تكبر هذه البادرة وأصبح لنا في كل ولاية بيت شعر. أقول بيت للشعر يجمعنا، بيت للحب يظللنا، سلطان حاكم شارقة قد حقق حلما راودنا، سرنا نتنفس أشعارا فنا نستنشق يغمرنا. داخل بيت الشعر امتزجت الأشعار بعذب الألحان، أمنتها فرقة تراثية قيروانية بمناسبة هذه الزيارة التي تعبر عن تقدير لبادرة أحداث هذا البيت. أنه بيت شعر هو ذاكرة في حد ذاته، ذاكرة القيروان الجميلة والعريقة، وهناك حميمية خاصة وهناك حب خاص من المثقفين والمبدعين، وأكاد أقول لكل سكان هذه المدينة لبيت الشعر. ألق متواصل لبيت الشعر وتثمين واسع لهذا الأحداث الثقافي الكبير في جهة القيروان، اهتمام رسمي وفي أوساط المبدعين والمثقفين ببيت الشعر بالقيروان لنشاطه الفكري الزاخر. هذا البيت استضاف منذ تأسيسه قبل سنة 80 شاعرا بينهم 20 من الوطن العربي. ناجح المساوي لبرنامج أدب وفن، القيروان، تونس. إلى هنا أعزائي وينتهي اللقاء ويتوقف المشوار هذا الأسبوع، على أمل أن يجمعنا وإياكم لقاء آخر الأسبوع المقبل في رحاب الأدب والفن. وحتى يجمعنا ذلك اللقاء لكم منا أطيب المنى، وإلى اللقاء.